Fatalistiniz. اهلا فارس، كيفك؟ مرحبا كريم. بعد نايمة تعال تشوف اذا بعيد. لا لا لا، بدي اشوفك لإلك، عاوزك بشي ضروري. وين بنقعد؟ عصام ابو صقر. عصام عصام هيك بلا ما تعرف؟ مش لازم تكون محضرة حالها، ما هيدي خطبة. أنا بدي أطلب إيدها، ما بدي أعمل لها حفلة خطبة، بدي أعمل لها مفاجأة. أوكي. ليش حاسك مو مقتنع؟ لا بس مش بكير شوي على الخطبة؟ صراحة أنا ما بشجع كارين ترتبط بهالسرعة، لا بهالسرعة ولا بهالعمر، مانا جاهزة ترتبط. حاس حالي عم بحكي مع أبوها لكارين. أنا وكارين كتير قراب من بعض، بتعتبرني مثل بيا أو مثل خيا الكبير. ليك بصراحة أنا بشك إنها تقبل. هلا هي بتتقرب بسرعة إيه، بس إنه ترتبط بشك كتير. بنجرب وبنشوف. أكيد. المهم هلا الليلة بدي أعمل لها مفاجأة صغيرة بالسارة، وما بدي إياها تعرف أي شيء منك. شو؟ بتوعدني إنك تحفظ السر وتساعدني؟ أكيد. كيف بقدر ساعدك؟ شو بدك يعني اعمل؟ تأخرت كتير، ما هيك؟ شو الشغل رح نشتغل بوجود دلع خانو؟ معلش يمنا، ولو صوتها كان مش مرتاح ومشغول بالي عليها، يمكن يكون حدا إزية أو هي حمل بحيلها شي مش عم تسترجي تحكي البنت. يلا شو هالمصيبة اللي جايبتينا إياها؟ تفاحة؟ مش وقت دلع هلأ، والله مش وقت دلع.